اهلا بيكم من جديد. عندنا النهارده مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي ان شاء الله تكون بتهم حضراتكم. خلينا نبتدي بالاول باهم الاحداث اللي حصلت امبارح وابرزها الجوله التفقديه اللي اجراها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينه الجلاله وفتح بانوراما حرب اكتوبر والمتاحف العسكريه مجانا بمناسبه الاحتفال باعياد تحرير سيناء. صحيح النهارده ايضا امبارح ايضا رجال الشرطه شاركوا المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وزعوا عليهم الهدايا والورود في عدد كبير من الشوارع والميادين. عندنا ايضا صندوق مكافحه الادمان نظم انشطه داخل الحدائق العامه للتوعيه باضرار المخدرات. تفاصيل واخبار اكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح أبرزها الجولة التفقدية اللي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة الجلالة. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه احتفالاً بأعياد تحرير سيناء 25 إبريل وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحيتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العالمين وبورسعيد والمتحف الحربي بالقلعة مجاناً لاستقبال الجماهير يوم الثلاث 25 إبريل. امبارح عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وده خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان. انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1920 نزيل يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. امبارح شارك رجال الشرطة المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك في العديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية مع توزيع الورود والهدايا على المرة ومستقلي السيارات اللي أشادوا بدور أجهزة الوزارة في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بكافة ربوع الوطن، وده بيأتي في ضوء مواصلة تعزيز روح المشاركة الفعالة مع المواطنين مما يؤكد حرص أجهزة وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعي بجانب الدور الأمني لتأمين كافة المناسبات والاحتفالات المختلفة. امبارح واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة بالمحافظات المختلفة لرفع وعي الأطفال من زوار الحدائق بأضرار التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية اللي بتتماشى مع المراحل العمرية للأطفال. كمان تم تنظيم عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.